السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ومساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان القحطاني، حلقة جديدة من الدعوة للنقاش. راح تشوفوني أضغط على الشاشة كل شوي لأنه أبغى تكون شغالة علشان تشوف فروقات كثيرة. أول شيء شباب، قبل ما أدخل في سرد التفاصيل وأشرح لكم وش السالفة، الحلقة هذه راح نتكلم عن الشاشات وتقنياتها ودرجات الوضوح الموجودة في كل شاشة هاتف محمول، لكن ما راح أقول لك وش الشاشة الأفضل في LG، وش الشاشة الأفضل في سوني أو الشاشة من سامسونج. لا، أنا جيت أبين لك وش هي هذه الشاشات، وين وصلنا، وين كنا قبل. طبعا راح أبدأ أول شيء بالتقنيات. أول شيء التقنيات، كانت الشاشات الهواتف المحمولة قبل 4 سنوات 5 سنوات كانت الشاشات تستخدم أكثر شيء تستخدم تقنيات LCD، ما كانت تقدم شيء ذاك الشيء مبهر إذا كنا نتكلم عنها الآن. لكن لما كنا نتكلم عنها مسبقا فكانت التقنيات LCD كانت جيدة في ناحية الأضاءة والألوان وظهرها بشكل معقول، لكن كانت الأغلب في زوايا الرؤية مشكلة فيها. فتطورت شاشة LCD وظهر شيء اسمه IBS LCD. IBS LCD بشكل مختصر أنه لما أنت تشوف الشاشة يعني في وجهك الشاشة راح يكون الشاشة أوكي، لكن لما مثلا زميلك يجلس أو أنك تميل في الشاشة فمثلا الشاشة تكون الألوان حقتها ممسوحة، مو بمستوى المعقول الألوان فيها، فلذلك تكون نتيجة مع IBS دوائر الرؤية يكون فيها ممتازة. تطورت تقنيات IBS LCD وانتقلوا إلى شيء اسمه Super Clear LCD. هذه التقنية أتذكر أنها تم استخدامها أول مرة في شركة سوني، ومن طورت في السلسلة هواتف HTC One، حتى HTC One النسخة 18 كان من أفضل الشاشات الهواتف المحمولة. طبعا هذا الشيء راح يخلي السوبر كلير LCD راح يخلي الإضاءة في أعلى مستوى معقول جدا، ومن ثم بإمكانك استخدامها تحت أشعة الشمس. لكن لما نروح لتقنية سوبر أومليد واللي يستخدمها سامسونج أكثر شيء، هنا مثلا سوبر أومليد على فيجا آيرون 2، السوبر أومليد وش هو؟ هو عبارة عن شاشة تظهر لك 3 ألوان من البكسلات اللي هو الأخضر والأحمر والأزرق، بحيث أنه تكون الألوان أكثر تشبعا، يعني الألوان تكون واضحة بشكل لما نحطها مقارنة بشاشة LCD. لكن اللي كان يعيب هذه الشاشات السوبر أومليد هو مدى استهلاك البطارية أكثر مقارنة بما هو موجود في LCD أو IBS LCD. لكن هذا ما هي مشكلة لأنها تحسنت بشكل واضح. المشكلة أنه لما تستخدمها تحت أشعة الشمس تلاحظ LCD متفوق بشكل واضح، ففي مجال لما تطلع في الشمس مثلا ما راح يكون أو راح يكون واضح بشكل قليل، لكن كل شوية تنحاش للظل علشان نشوف شو مكتوب في مثلا الرسالة أو متصفح مثلا. أتبي مثال. ثم انتقلت الشاشات إلى شيء اسمه درجات وضوح. درجات وضوح كانت في البداية يعني مقاسات الشاشة. أول شيء لازم تنتبه مقاس الشاشة، إذا كان مقاس الشاشة على 3.0، أول كانت أتذكر 2.8 ثم وصلت إلى ما وصلنا إليه اليوم حتى وصلت إلى 7 إنش، أتذكر جالكسي دبليو والأسوس فون باد دوري كلهم وصلوا مقاسات كبيرة جدا، تحولت إلى هواتف محمولة، كان شيء مجنون. لكن عموما المقاس الشاشة مقاس الشاشة يعتمد على حسب كثافة البكسلات ودرجات الوضوح. كانت درجات الوضوح تبدأ من 320 إلى 240، ثم تطورت إلى 480 في 800، ومن ثم تطورت إلى 960 في 540 أو 640 زي ما شفنا بالآيفون 4، ومن ثم تطورت إلى 720 في 1280 اللي هي دقة 720، لكن تطورت أكثر مرة أخرى إلى 1080 اللي هو 1080 في 1920. والآن الشاشات الهواتف المحمولة وصلت إلى حد اللي هو 2K، وهو درجة الوضوح المجنونة اللي هي بدأت تنتشر في عالم الهواتف الذكية للعام 2014. فهنا درجة الوضوح كل ما زادت كل ما كانت أفضل، لكن على حسب زيادة درجة الوضوح. فمثلا موتو جي يدعم يعني يملك شاشة 4.3 إنش بدقة 720، هذه الشاشة على ذا المقاس ممتازة، لكن لما تجيب 4.3 إنش وتحطها جنب على مثلا شاشة أخرى 4.3 إنش بدقة 1080 فإنك ما راح تلاحظ فرق نهائيا. لكن تجيب 4.8 5 إنش مثلا، هذا الحد المعقول لل 1080، فهنا تلاحظ فرق كبير جدا.
فكثافة البكسلات هنا زادت من 300 بكسل لكل إنش إلى 330 بكسل كل إنش، ومن ثم زادت إلى 400 بكسل كل إنش، ومن ثم زادت إلى 441 إلى 480 إلى أن وصلت إلى 534 بكسل لكل إنش. طبعا إيش فائدة البكسلات؟ البكسلات بالعادة تعطيك تفاصيل، لما تتصفح الإنترنت تعطيك تفاصيل أوضح مقارنة بشاشة بكثافة بكسلات أقل. فأنت لما تشوف تتصفح النت مثلا، فراح تلاحظ البكسلات تفوقت على الهاتف المحمول اللي يملك بكسلات أكثر. فهنا نقدر نقول لك أنه البكسلات فائدة عظيمة جدا في مسألة الألوان والوضوح فيها. فمثلا لما تروح هنا هذا السوبر أومليت وهذا الاي بي اس ال سي دي او ترو اتش دي اي بي اس ال سي دي، فتلاحظ ان الالوان هنا افضل، تلاحظ الالوان هنا واقعيه اكثر، وتلاحظ التفاصيل هنا ممتازه. لكن خليني اوريك شاشه 540 في 960 مقارنه ب 2K، راح تلاحظ انه الالوان هنا افضل. شوف هنا درجه الوضوح كيف جايه مع الشاشه الهاتف المحمول، تلاحظ أن تفوق الجي 3. جيب ال 720 مثلا على سبيل المثال، لاحظ أنه كثافة البكسلات أيضا مرة أخرى تفوقت على الهاتف المحمول الموجود في تي 2 ألترا اللي هو السوني هاتف اللوحي. لاحظ هنا الألوان والكثافة التفاصيل تكون أوضح على الهاتف المحمول جي 3. فالزبدة أنه كثافة البكسلات قاعد تعطينا مؤشر أنه هذا يبين لك تفاصيل أكثر كل ما زادت عدد البكسلات. الله أعلم، ما أدري كم راح توصل الشركات كثافة البكسلات، لكن أقدر أقول لك أنها قاعد تقدم شيء كويس جدا. قاعد درجة وضوح هي أهم نقطة. يعني مثلا 6 إنش لما تحطها مع الزد ألترا اللي هو 1080 راح تلاحظ الزد ألترا ممتاز أفضل من تي 2 ألترا. والله اسمهم معقدة. فاهتم أول شيء في نقطة درجات الوضوح، التقنيات اقرأ عنها. أتمنى أني قدمت لك معلومات كافية. راح يعني زي ما تشايف الشاشات كيف نفس الوول بيبر المستخدم في الجي 3، لاحظ من المتفوق وانت الحكم، يعني لاحظ من الافضل ما بين الشاشات هذه مثلا، وانت تلاحظ انه لازم تهتم في التقنية، لازم تهتم في الفكسلات، لازم تهتم في درجة الوضوح، هل انها عناصر مهمة جدا، خاصة انك اذا حبيت تستمتع في مجال الفيديوهات، مجال تصفح الانترنت بكل اريحية. اتمنى انها فادك هذا الموضوع. إذا أعجبتك الحلقة يا ليت تشاركنا بآرائك، لأنه يهمني جدا. قولنا يا أخي، قول لي أنا وش تبيني أناقش في الحلقة القادمة عشان أبين لك تفاصيل أكثر وأشرحها لكم هنا. إذا أعجبتك الحلقة يا ليت تسوي زر السبسكرايب، تشترك في زر القناة، لأنه بنقدم فيديوهات أكثر لحلقات دعوة النقاش، راح نتكلم بشكل مواضيع أكثر عن أهم الأشياء الدارجة واللي تهم المستهلك. نشوفك على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.